طبعا طبعا اوجه رساله لحبيب قلبي طربونه وملك السلكان، اقول له كل سنه وانت طيب يا حبيب قلبي. لو انا دلوقتي طلبت منك انك تتكلم عن شخص غالي عنك وتوجه كلمه، هتقول ايه؟ في شخص كان عايز عليا قوي بس ربنا افتكره، وكان مريض وكده وربنا افتكره يعني، وانا بدعي له ان ربنا يرحمه، واي حد بيشوف الفيديو ده يدعي له ان ربنا يرحمه كده. وانا فرح بعد شهرين، كنت اتمنى قوي ان هو يبقى اول واحد في ظهري في الفرح وكده، بس هو بقى ربنا افتكره الحمد لله وربنا يرحمه يعني. انا احب اقول كلمه لماما. يعني انا عايز اشكرها حرفيا، لان يمكن اكتر حد استحملني. يمكن اكتر حد استحمل البيت عامه، اكتر حد استحمل مشاكل كتير. انا هقول اسم والدتي، ربنا يخليها لينا، وانا ما عارف اللي ما فيش حد خالد، بس ربنا يخليها لينا وتفضل في حياتنا طول عمرها. انا بحب اقول لاصحابي ان انا بحبكم قوي، وانتوا اغلى ناس في حياتي، وان هم ساعدوني ان اعدي حاجات ازمات كتير في حياتي، ولولاهم انا كنت في حاجات في حياتي وحشه. وحشتني، وهو راجل مش ست، اخويا الله يرحمه. اكتر حد شال ناس ما تسواش اصلا حرفيا يعني. اقول ربنا يخليك ليا، ودايما مسنداني ودايما في ظهري، وانا ماشي بدعائك يعني. انا هقول هم ثلاثه، ابويا وامي ومراتي وابني طبعا. ابويا طبعا ربنا يخليه ليا، هو حياته كلها عمري اللي مساندني، اي خطوه انا بعملها هو بيقف معايا فيها، ما بيسميش. وامي نفس الكلام برضو، دعواتها وكل حاجه يعني. يمكن هي المقاتل الوحيد اللي انا اعرفه في معركه الحياه دي حقيقه. احب اشكرها فعلا، اللي هو ايه يعني، مش عارفه ولا ازاي. يمكن انا ما بعرفش اعبر لها عن حبي، بس حقيقي 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 انا فاشله جدا في التعبير عن حبي. محمد اقول له بصراحه اللي انا بحبه قوي، وهو اجدع اخ وانا بعزه، وده صحيح، ده اجدع اخ بالنسبه لي، هو واحد بس، هو اسمه سعد. صاحبك ولا اخوك؟ لا سعد ده صاحبي واخويا. والله هو في واحد شخص عزيز عليا قوي، بحبه زي اخويا طبعا، وهو عارف بدل لو هيشوف الفيديو دوت، هو عارف هو هيقول ايه، هو عارف نفسه الكلام ده هيبقى شخص عزيز عليا قوي، مش ينفع اخسره مهما عمل او انا عملت معاه، عمر ما نزعل من بعض. طبعا دوت اخويا وعشره عمري، وطبعا بوجه له الرساله دي. هو مش معايا دلوقتي عشان هي مش بتفكر ان هو انا بتكلم من وراه، لان هو شخص عزيز عليا فعلا، وانا بحبه زي اخويا. هو مش اخويا بس هو اخويا فعلا. اولا ده اخويا من احنا صغيرين واطفال وحضانه وكل حاجه تمام. ثانيا بقى لنا كام سنه مع بعض، ما شفناش حاجه من وحشه من حد، تمام، مع بعض على طول ولا بنفرق بعض في اي حاجه، تمام. نفسي حتى لو هموت او هيحصل اي حاجه يبقى يومي قبل يومها، انا مش عايزه اشوف فيها اي وحش، فانا عايزه اقول لها انا بحبها جدا. اقول ان هو ربنا يخلي ليا ويديمه نعمه في حياتي، على طول سند ليا في الدنيا، مهما زعلت او مهما قلت له برضه، ايا كان برضه انا غلطان مش غلطان، هو بيجي يراضيني ليه مش عارف، بس هو عشان ممكن اكون عزيز عليه، بس برضه الكل عزيز عزيز يعني. انا هو زي ما بيحبنا بدل نفس الحب، بس في شخص تاني برضه. طبعا مراتي دي الحياه كلها يعني، ربنا يخليها ليا ودايما في ظهري ومسنداني، واي خطوه انا بعملها ما بتاثرش معايا فيها، وان ربنا يخليه له ويحفظه له يعني، هم دول اغلى حاجه في حياتي. اقول ربنا يسهل له وربنا يسعده في حياته يا رب، واتمنى له كل خير بس. ربنا يسهل له كده في حياته ويوفقه في دنيته يعني، وهو اختار طريقه بقى يعني ايه يعني بعيد عني، فهو ربنا يسهل له وخلاص كده. حسبي الله ونعم الوكيل. ربنا ياخده، هو قرده ولازم نرجعه قلب العيال. علي ياسر، وانا هو معروف. انا عادي كده. لا عادي. يعني اغلى حاجه هم كل حياتي اصلا يعني، كل هم اغلى حاجه في حياتي. ما عنديش حد تاني ممكن اقول كلمه من غير ما اذكر اسمه غير امي يعني، بس هي دي اللي فضل عليا. ما فيش حاجه توصفه اصلا، هو يعتبر السند اللي هو في حياتي دي كلها، اسمه السيد علي، هو كل حاجه في حياتي حرفيا يعني. طبعا طبعا اوجه رساله لحبيب قلبي طربونه وملك السلكان، اقول له كل سنه وانت طيب يا حبيب قلبي. وصل له رساله ان انا ما فوتلوش لايف لحد دلوقتي. ايوه صح بصراحه يعني، انا والراجل اللي هو ملك السلكان فعلا، هو الوحيد ملك السلكان في مصر. ده حبيبنا، ده حبيب الملايين ده. هو ده تطبيل ولا بجد؟ لا والله بجد. ويا ريت الرساله دي توصل له حبيب قلبي.
يا ريت، احنا بنحبه والله بجد، دي حقيقه يعني. تمام، كل الناس، في ناس كويسه وفي ناس مش كويسه، في ناس تستحق ان هي تبقى قريبه منك، قريبه في قلبك، قريبه من جسم، من نفسك، في ناس تانية مش تستحق اصلا ان انت تكلمها. هو زي ما في حلو زي ما في الوحش، زي ما في الخير زي ما في الشر، مش كل الناس زي بعضها. ففي ناس حتى زمايلنا، في زمايلك ممكن تقدر ان انت تفيدك، وفي زمايلك ممكن ما تفيدكيش. في ناس كويسه من قلبي وممكن ناس مش كويسه من قلبي، يعني ممكن يكون معاكي في الجامعه شخصيات، الشخصيه ديت مش تبقى كويسه، فالشخصيه ديت ممكن مش تكون، ممكن تفيدك وممكن ما تفيدكيش، ممكن تفيد غيرك وعندك انت تقولك ما اعرفش. ففي ناس مش كويسه، في ناس سالكه، وفي ناس كويسه جدا، في ناس تقرب منك جدا، وفي ناس تحبك، وفي ناس تبقى قريبه منك بس يعني. فالناس كتير، في ناس كويسه وفي ناس تتحب وفي ناس تبقى قريبه من قلبك بجد، بتبقى بتحس بجد ان في شخصيه يعني. الحمد لله في اصدقاء يعني قريبين جدا، ودي ناس كويسه، وفي ناس ما احبش ان انا اسلم عليهم بس يعني. تفتكر الناس اللي انت اتكلمت عنهم دول لو شاف الفيديو ده، الناس الوحشه هتعرف نفسها والناس الكويسه هتعرف نفسها؟ اكيد، طول واحد عارف نفسه عن ايه، اكيد يعني كل واحد، انا عارف انا من جوايا ايه وانت من جواك ايه، اكيد هو عارف شخصيته وانا عارف شخصيتي، وكل واحد عارف نفسه. وانت اتعاملت مع كل الشخصيات دي ولا اتعاملت مع ناس وناس لا؟ انا اتعاملت مع كل الشخصيات، وان في مثلا بيقول لك تعرف شخص يقول لك عملت اتعاملت معاه، عشرته يبقى بلاش، يبقى ما تعرفوش، فلو ما تعاشرتوش يبقى انت ما تعرفوش.